يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت في السنة قراءة سورة السجدة في ركعتين وذلك فجر يوم الجمعة؟ هذا خلاف السنة، قسمها في ركعتين خلاف السنة، وهذا يفعله الكسالى. السنة أنك تقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة، تقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان كاملة. أما الكسالى فإما أنهم لا يقرؤونها وإما أنهم يقسمونها، وهذا ناقص، هذا عمل ناقص خلاف السنة. نعم.